اهلا بيك. النهارده هنكمل كلامنا في الكمبيوتيشن مانجر. النهارده ان شاء الله هنتكلم عن السوفت وير ابديتس. قبل ما نبتدي نعمل اي كونفيجريشن ليفل الكونفيجريشن مانجر، احنا محتاجين نتاكد بس ال WFS point is already installed and is configured. لو configured بمعنى اللي هو مش هاجي هنا وابص على الاوبشنز وتلاقي الاوبشنز اللي عملها كونفيجريشن، لا انا محتاجها بس اللي هي يكون صلاح initialization أو initial configuration. هاجي على configuration manager، أخش على administration، على site configuration، server and site system rules، هضيف rule، next، next، أختار software update point، next. انت هتشتغل على البورت التمانية أربعة أربعة تلاتة اللي هي كانت طبعا دبليو اس اس 3 سيرفيس باك 2 اللي هو كان 2008 ار 2، ولا هتشتغل على البورتات الجديدة اللي هي 85 30 و 85 31 اللي هم من أول 2012 وأنت طالع. فاحنا هنشتغل على البورتات الجديدة. الكلاينتس هتقدر تاخد أبديتس الإنترنت أونلي ولا الإنترنت ولا الاتنين؟ لا، هنشتغل الإنترنت أونلي بس. في بروكس عشان يطلع الإنترنت؟ لا. هتسينك من مايكروسوفت ابديت ولا من هاب ستريم دبليو اس سيرفر؟ لا، من مايكروسوفت. عاوز ريستار ريبورتنج ايه؟ هنقول له لا، عاوزين كل اول ريبورتنج سيرفيس. هيسينك كل قد ايه؟ هقول له سينك كل 7 ايام مثلا. عاوز ينبهك لما السينك يفيل ولا لا؟ لو هو عمل سينك وتلاقى في ابديت حصل لها سوبر سيد اللي هو في ابديت تاني حل محلها، الابديتس اللي سوبر سيد دي هتكسباير من هنا بعد كام شهر، احنا نخليها بعد شهر واحد. عاوز ترن دبليو اس كلين اب ويزارد بعد كل سينك. الدبليو اس كلين اب ويزارد بتنظف الدبليو اس وتشيل الابديتس القديمه، فانت لو عاوز بشكل دوري الدبليو اس بتاعك يكون كلين يبقى تعمل الحكايه ديت. هنا هتختار الكلاسيفيكيشن بتاعت الابديتس اللي انت عاوزها، وهنا هتختار البرودكتس اللي انت عاوز تعملها ابديت. انا مش هختار من دلوقتي علشان ديت ما بتكونش ابديت برودكتس، يعني على الورد هنا على ويندوز 2016 مثلا او ويندوز 10 مش هتلاقوه. فهو لما هيعمل سين انيشال سين الابديتس دي هتنزل لنا البرودكتس الجديده، فساعتها هنختار نختار البرودكتس الجديده. هعمل هيكست اللانجوج بتاعت الابديتس اللي انت عاوزها. انا هختار الانجليش بس بحيث تكون الدنيا يعني بسيطة معانا في الابديتس. هون نيكست نيكست هيبدأ السيت اب بتاع ال دبليو سوس. زي ما اتعودنا في الكونفيجريشن مانجر كل حاجة بتتم بتكون موجودة في اللوكس. اروح على اس بي سي سي بروجرام فايلز مايكروسوفت كونفيجريشن مانجر لوجز، وجيت على سب سيت اب. هتلاقي يقول لك انستريشن و سكسسفول. اوكي، هنيجي هنا على سوفت وير لايبراري، سوفت وير ابديت، اول سوفت وير ابديت هنقول له سينك سوفت وير ابديت ناو. دلوقتي هيبتدي يعمل عملية السينك لايبراري مايكروسوفت يشوف ايه الابديت اللي موجود عندها. الابديت ده المفروض ممكن نتابعه من لوجز. هتلاقي عندك دبليو سوس كنترول، هتلاقي هنا بيقول لك داتا كونكت على دبليو سوس سيرفر اللي اسمه اس ام 01، ولو دخلت على دبليو سينك مانجر هتلاقي دلوقتي بيقول لك انا ابتديت اعمل سينك للابديتس. بيطلع يشوف ايه الابديتس عن مايكروسوفت ويجيب ميتا داتا عنها. بعد كده انا سلكت ايه الابديتس اللي انا عاوز انزلها من الابديتس دي، وبعد كده ابتدي اعمل لها داونلود. انما احنا دلوقتي في عمليه مرحله الميتا داتا بس. دلوقتي خلص معايا السينك زي ما انت شايفين اللوج،
هتلاقي هنا بيقول لك خلاص انا وصلت ل 100%، وبعد كده هيبتدي البروسيس كل ابديت لوحدها. وهنا ديت الابديت بتاعته زي ما شايفين، حاجات 2002 واكس بي والكلام ده. احنا عشان نعدل البرودكتس اللي احنا عاوزينها والابديتس اللي احنا عاوزينها، نيجي هنا في ال configure site component software update point، برودكتس دلوقتي لو عملت سيرش هتلاقي الويندوز 10 نزل عندي. تلاقي انا شاركت فين؟ في ويندوز 10، وهتلاقي ويندوز سيرفر 2016 نزل. فانا ممكن الغي كل الاكس بي اللي انا مش عاوزه ده والفيستا. انا بس مهتم في الفيديو ده ان انا اعمل ابديت مثلا لويندوز 8.1، وممكن برضه انزل ابديت بتاعت ويندوز 10. بس هو هيشيل بقية الابديتس اللي عندي، مش عاوز ابديت السيستم سنتر والسيكوال الاوفيس ماشي اوكي. ممكن ناخد الاوفيس 365 كلاينت ماشي في الاوفيس، ومش محتاج برضو اي انواع سيرفر تاني عندي. ولو انت عاوز تغير بقى كلاسيفيكيشن برضو من هنا السينك سكادول وكلام، هقول له اوكي. لو رحت دلوقتي للسوفت وير لايبراري وقلت له سينك تاني، فكده هيبتدي سينك بالبرودكتس الجديدة اللي أنا اخترتها مش بالبرودكتس القديمة. هنوقف تاني لغاية ما يخلص سينك بقى، وبعد كده نكمل.